اهلا بيكم في نبض 100 عقبه. امبارح في نادي الزمالك النهري كان في كده ندوه ثقافيه عن الحفاظ طبعا على الهويه المصريه، ندوه مهمه جدا، فخلونا نروح بسرعه نشوف التقرير التالي بخصوص فعاليات الندوه دي ونرجع لكم مره تانية. طبعا سعيد ان احنا بنشارك في ندوه بتتكلم عن الهوية المصرية وما تتعرض له من مؤامرات ومحاكاة من العالم الخارجي بره، على أساس أنه هو يمحو الهوية المصرية علشان يقدروا يسيطروا على هذا الشعب اللي معروف عنه بأسه وشتيته ووقوفه أمام أي عدوان أو أي مؤامرات تهم العالم العربي كله. طبعا وسعيد طبعا نادي الزمالك بيفرد من وقته ومن مساحته لهذه الندوات. طبعا بنتمنى التوفيق طبعا للندوة وللأساتذة اللي موجودين ان هم وفقوا ويوصلوا قيمة وكلمة حقيقية يستفيد منها الناس ويستفيد منها الشباب الصغير، المفروض نوجه له الكلام المهم اللي هو ياخد باله من هويته ومن عروبته ومن اسلامه ومن دينه، سواء كان مسيحي او ديني او مسلم، على اساس ان هو ياخد باله من هويته ومن وطنه. الحقيقة النهاردة الندوة مهمة جدا لانها بتتطرق لموضوع الهوية الوطنية، وده جزء مهم جدا. احنا بنعاني في الفترة الحالية بموضوع التحديات اللي بتواجه شبابنا، حروب الجيل الرابع والخامس حقيقة حروب تخطت موضوع الأسلحة ووصلت حاليا إلى موضوع إضعاف الانتماء لدى الجيل الجديد. الحقيقة بنحيي نادي الزمالك على يعني استضافة مثل هذه الندوات المهمة. النادي الوطنية اللي دايما بيراعي كل هذه القضايا المهمة، وده دور كل المجتمع المصري، سواء الأندية سواء المنابر الثقافية سواء الإعلام، دورنا جميعا ان احنا نتكاتف من اجل مواجهه هذه التحديات، وخصوصا ان الدوله المصريه في هذه الفتره تحديدا امامها عدد من المشاكل والازمات اللي بحاول اضعاف الهويه لدى شبابنا وجيلنا الجديد، لان ده بيقلل من فكره انتماء الشباب وموضوع ان هم يكونوا منتمين لمجتمعهم، وده في النهايه بيأثر بشكل سلبي على المجتمع المصري. مبسوطه قوي ان انا في نادي الزمالك العريق طبعا، وانا جايه من نادي عريق. انا كنت المدير التنفيذي الاسبق للنادي الاولمبي كاول سيده مصريه في الوطن العربي تكون مدير تنفيذي. طبعا في تبادل بين الناديين من حيث العراقه والقدم. حقيقي بحيي النشاط الثقافي جدا في نادي الزمالك، وانا النهارده بصدد حضور صالون ثقافي بيتكلم عن الهويه المصريه. وطبعا احنا كلنا بندور على في معركه الوعي بتاعتنا على تعزيز الهويه المصريه وعلى اليات توجيه الشباب للاهتمام بوطنهم. وطبعا في نادي عريق مليء بالبطولات، اعتبر ان دي من ايجابيات الرياضه تعزيز الهويه المصريه. وهذه ليست المرة الأولى التي أحضر فيها صالون بنادي الزمالك. حقيقة أنا متابعة الأنشطة الثقافية بنادي الزمالك، وحضرت قبل كده في المقر الرئيسي وحضرت قبل كده ندوات هنا. أنا بحييكم جدا في النادي العريق على هذه النوعية من الاستضافات التوعوية، وأنا الحقيقي لمست تفاعل كبير جدا من عدد من الأعضاء مع هذه النوعية من الفعاليات الثقافية. وياريت الأندية كلها تحذو حذو نادي الزمالك في هذا المنحة الهام جدا اللي بيعمل توعية لأعضائه. يعني بشكرهم وبوجه رسالة من خلال مايكروفون نادي الزمالك لكل الأندية في مصر، زي ما بنهتم بالجانب الرياضي وبالبطولات نهتم بالجانب الاجتماعي التوعوي الثقافي، لأن دور النادي اجتماعي ثقافي رياضي، وبالرياضة وبالتعزيز الهوية تعزيز الانتماء هنقدر نحارب الأفكار المتطرفة، وهنقدر نواكب التطور الرقمي والميديا اللي بقت مفتوحة كأننا كلنا في غرفة واحدة. هنحترم لنادي الزمالك والإدارة والقائمين على هذا الصالون، لأن الموضوع اللي تم اختياره النهاردة أنا بعتبر أن الهوية المصرية أصبحت مستهدفة غير أي في غير الوقت اللي فات في مصر كلها. احنا في زمن اقتلاع الأوطان شايفين
الخريطة المصرية، كل الحدود اللي حواليها حدود نارية، الأوطان اللي حوالينا تم إسقاط دول، خلينا نقول ده من بعد 91 وانهيار الاتحاد السوفيتي وظهور العولمة، واللي أصبح العلماء الأمريكان يروجوا أن انتهاء أن الثقافة الغربية هي الثقافة اللي هتسود، وبدأ يغيروا المسلمات والمبادئ القائمة في الدول وخصوصا الدول الشرقية بتغيير مسلمات زي الانتماء والسيادة الوطنية إلى معاني جديدة زي الديمقراطية وحقوق الإنسان وسيادة القانون. وإحنا طبعا مصر مش ضد هذه المبادئ، لكن ما احتفظنا بهويتنا والصبغة المصرية. عشان كده اختيار الموضوع الهوية المصرية والكوكبة اللي كانت مشاركة في هذا المؤتمر بتدل على مدى إدراك القائمين على هذا الصالون على خطورة المرحلة اللي بتمر بها مصر. خلينا نقول ان مصر، كان دكتور جمال حمدان بيقول دائما وابدا هناك عدو بعينه يتربص بها ويحلم ويعمل على سحقها. الوضع الدولي اللي موجود حوالينا في تشكيل للنظام الدولي الجديد، في صراع دول كبرى، ولكن للاسف المنطقه العربيه كانت هي المتخذه ليها. ما اشيع او ما يسمى بالربيع العربي اللي بعض الجهات سندته وبسط ان هو تغيير، للاسف ده ما كانش تغيير، ده كان جزء من مخطط من بدايه سايكس بيكو ومخطط بارنس نور ان احنا نغير المنطقه العربيه. لكن هي مصر دائما هي العاصيه، لان وعي الشعب المصري هو دائما الرهان الاكبر اللي بيكون هو المنتصر في الاخير. فالشعب المصري، خلينا نقول حكايه مصر دائما، مصر كل ما بدات تنهض كان لازم يحط لها العراقيل. لما بدا محمد علي يبني جيش لمصر، جيش قوي، بعد 1840 بدا عمله مؤتمر لندن، لما احمد عرابي في بعد الثوره العربيه وتشكيل حكومه مصريه محمود سامي البارودي بعد اشهر جاله الاحتلال الانجليزي، بعد 23 يوليو وانتصار الثورة المصرية جالنا 56، وبعد ما بدأت الصناعة في مصر ومصانع حلوان بمناسبة مصنع النصر بدأ جالنا 67 عشان يدخلوك في حروب، لما 25 يناير بدأ ينفذ مخططهم وإن يحكم مصر خلينا نقول جماعات تنتمي للدول الخارجية، جه في 30 يونيو الشعب المصري صار لاستعادة هويته فأرسلوا لنا الإرهاب. عشان كده احنا عايزين نقول للشعب المصري أنت دائما مستهدف، الشعب المصري دائما مستهدف في هويته، لكن الهوية في الفترة الحالية هي مستهدفة وفي مرمى نيران الأعداء، لكن إن شاء الله مصر عاصية بشعبها وبحكومتها ووعي جيشها.